عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وأمدكم الله بالصحة والعافية إن شاء الله. شيخنا أكرمكم الله، عندنا في المسجد نشتري الماء شراء، نشتري الماء شراء من التبرعات التي تأتينا من الصلوات، يعني وخاصة صلاة الجمعة. وعندنا بعض الأخوة عندهم سيارات تكاسي، يقومون بغسل هذه السيارات من هذه المياه الموجودة في المسجد، فما حكم فعلهم بارك الله فيكم، سواء كان الماء الذي يأخذونه كثيرا أو قليلا؟ نفع الله بكم وأحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، لا يجوز لك أن تقرن الدعاء بالمشيئة، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الأحوال التي يمنع فيها تعليق الكلام بالمشيئة إذا كان الكلام دعاء، فانتبه لهذا وفقك الله. وأما بالنسبة لسؤالك، فاعلم أن المتقرر في القواعد أنه لا يجوز إخراج الوقف عن جهة منفعته، فإذا صرف الناس أموالهم لجهة وقفية لها منافع مخصوصة فلا يجوز إخراج هذه الجهة الوقفية عن منافعها، والناس إنما يبذلون أموالهم لشراء المياه التي ينتفع بها المسلمون في المسجد وضوءا أو اغتسالا ونحوها، والناس لا يصرفونها لتغسيل السيارات، فإذا لا يجوز أن يستعمل هذا الماء المصروف للمسجد ومنافع أهله في تغسيل السيارات سواء أكان قليلا أو كثيرا. وعليكم أن تمنعوا هذا التصرف، لأن هذا يضر بهذا الماء ويقلله على المرتادين للمسجد والمنتفعين به في وضوئهم وغسلهم، فعليكم أن تنكروا ذلك وأن تنبهوا أصحاب السيارات أن لا يفعلوا ذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ وليد، مساك الله بالخير. في بعض أهل العلم أو الدعاء عقب على كلمة بمشيئة الله، وهو أن يقول شخص بمشيئة الله ستقام محاضرة وكذا، فقال لا يعلق الأمر بالمشيئة وإنما يقال ستقام محاضرة إن شاء الله، فهل يختلف قول بمشيئة الله أو إن شاء الله، وأيهما الأصح؟ الحمد لله، لا أرى بينهما اختلافا. إذا قال الإنسان بمشيئة الله فهي لفظة عرفية دارجة يقصد بها الناس الذين يطلقونها، يقصدون بها إن شاء الله أو بإذن الله أو إذا أراد الله ونحو هذه العبارات، كلها بمعنى واحد. فإذا قال الإنسان سيقام كذا بمشيئة الله فهو بمنزلة من قال سيقام كذا بإذن الله، وبمنزلة من قال سيقام كذا إن شاء الله، فلا أرى بين هذه الألفاظ شيئا من التعارض باعتبار المعنى، وإن اختلفت في ألفاظها ظاهرا إلا أنها تصب في معنى واحد، وهو تعليق الأمر المستقبلي بمشيئة الله عز وجل، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم وسددكم ورفع مقامكم، أنا رجل يريد الشيخ الذهاب إلى مدينة الرياض مثلا، ثم توضأ في بيتي ونوى الذهاب إلى المسجد مثلا لي على الطريق مثلا، هل يكتب له بكل خطوة حسنة والأخرى تحط خطيئة يا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين. الحديث واضح يا أبا عاصم، وهو من جملة فضائل من جاء إلى المسجد ماشيا لا راكبا، فإنه بكل خطوة ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، فلا يدخل الراكب في هذا الفضل. ولكن إذا ركب الإنسان وذهب إلى المسجد فيكتب له أجر الذهاب إلى المسجد إجمالا، لكن ليس تفصيلا بالخطوات، لأنه ليس هناك خطوات وإنما هناك ركوب وعجلات تسير، فليس هناك خطوات ترفع حتى ترفع بها درجة، وليس هناك خطوات توضع حتى توضع عنه خطيئة. فهذا الأجر الوارد في هذه الأحاديث إنما هو أجر من مشى إلى المسجد، لكن أنت تعرف أن الإنسان إذا أوقف سيارته قريبا من المسجد فإنه سينزل منها ويمشي إلى باب المسجد ويخرج من المسجد بخطواته، فتكتب له هذه الخطوات من سيارته إلى المسجد دخولا وخروجا تفصيلا،
وأما سيره على سيارته إلى المسجد فإنه ليس ثمة خطوة ترفع أو خطوة توضع حتى يكتب له أجرها. فإذا هذه الفضائل في حق من مشى إلى المسجد على قدميه وليس في حق من ركب إلى المسجد، فمن ركب إلى المسجد فيكتب له أجر الذهاب إلى المسجد أجرا إجماليا من غير تفصيل في خطوات ترفع وتوضع، والله أعلم. السلام عليكم يا شيخ الكريم. عادي نمسك القرآن وحنا مطهرين أو لا؟ وعليكم السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته. شوفون أبوك إذا جيت بتمسك القرآن تبي تقرأ، شوفون أبوك إذا جيت بتمسك القرآن تبي تقرأ، فلازم تروح لدورة المياه وتتوضأ، تتوضأ إنك بتروح للصلاة. الوضوء اللي تسويه قبل ما تروح للمسجد تسويه إذا جيت تقرأ القرآن وأنا أبوك، تعظيما لكتاب الله يا أبو جعلك تسلم. لا تنسى ها، إذا جيت تقرأ القرآن فمن باب تعظيم كتاب الله لازم تروح تتوضأ، تروح تتوضأ ثم تمسك القرآن وتفتح صفحاته وتقرأ وتعظم الله بهذا الوضوء يا ولدي، عشان يوفقك الله ويأخذ بناصيتك للبر والتقوى. فمن عظم كتاب الله عظم الله منزلته عنده في الدارين. بارك الله فيك يا ولدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله ورعاك يا شيخنا. إخراج الزكاة في عروض التجارة هل تجب على رأس المال المبتدأ فيه إذا حال عليه الحول فقط، أم تجب على رأس المال مع الفائدة؟ وهل يأثم إن لم يخرجها أو أخرها؟ شكرا لك يا شيخ وحفظك الله ورعاك. الحمد لله رب العالمين. زكاة عروض التجارة تجب في رأس المال وفي أرباحه إذا حال عليها الحول، لأن الأرباح تبع لرأس المال ونتاج له، وربح التجارة في عروض التجارة لا يبتدأ به حول جديد، وإنما حوله حول أصله إذا كان أصله نصابا. فمثلا لو أن الإنسان تاجر في 10,000 ريال واشترى بها بضائع، وقبل حولان الحول ربح فيها 15,000 ريال، فحينئذ 10 و5 التي هي ربح تجب فيها الزكاة كاملة. فإذا جاء يزكي في آخر الحول يزكي 15,000 ريال، يزكي 15,000 ريال، يقسم 15,000 ريال على 40، والناتج هو ربع العشر الذي يجب إخراجه. فزكاة عروض التجارة تجب في أصلها وفي ربحها، فلا يبدأ بربحها حولا جديدا، بل حول ربحها هو عين حول أصلها إذا كان أصلها نصابا، والله أعلم.